رئيس مش جديد، يعني راه دابا راه نصف سنه وهو كيتقلد هذا المنصب. الدوره كانوا عندنا فيها واحد 14 نقطه، كانت النقطه الاولى يعني الموافقه على التقرير السنوي لتقييم التنفيذ ديال برنامج عمل الجماعه. المهم واحد النسبه كبيره يعني تم التنفيذ ديالها، ونسبه باقيه يعني باقي الملاعب القرب يعني راه تم يعني فتحوا فيهم طلب عروض، زائد سميتو المرافق ديال الاسواق النموذجيه راه غادا في طور الانجاز، يعني جوج في طور الانجاز وباقي واحد يلا غيبدا. يلا دابا راه تم في الدوره التصويت على الاقتناء ديال واحد جوج ديال العقارات باش يدار فيهم داك السوق النموذجي الثالث في واحد الحي الحي الرياض، لان الكثافه السكنيه كبيره. كان قبل كان مبرمج باش غيدار داك السوق القرب يعني في واحد الحديقه، والمجلس يعني مكونه المجلس والسيد الرئيس ارتأوا باش ما يكونش داك السوق النموذجي ياخذ واحد المتنفس ديال الساكنه اللي هو الحديقه. ودابا راه مشينا في هذا الشيء ديال الاقتناء ديال جوج ديال ديك العقارات. يعني المهم الصاله راه غاده وتمت الموافقه اليوم. بالنسبه لهذه النقطه ديال المهم ديال برامج عمل الجماعه، كاين واحد النقطة اللي تم التجديد ديالها، هو ذوك ذوك الشواطئ النظيفة. كدار واحد الاتفاقية مع لونيب ومع الفونداسيون ديال محمد السادس ديال الحسنة، يعني كيف ما كتعرفوا يعني الشواطئ المغربية بصفة عامة والشواطئ بوزنيقة بصفة خاصة يعني كتكون محتاجة للنظافة، محتاجة لهاد الحويجات، وسيرتو هاد الناس اللي كنديرو معاهم حنا شراكة كيديروا واحد الأنشطة يعني للوليدات، وكيديروا واحد كينظفوا الشاطئ، وهذا هو المطلوب اللي خص يكون. يعني هذه حاجة مزيانة للاتفاقية. بالنسبه كانت واحد اتفاقيه ديال اللي ما كانش عمرها ما كانت، خرجت واحد اتفاقيه في 2018، وكاين واحد دفتر تحملات يعني مشترك ما بين وزاره الزيج ووزاره الداخليه، يعني كينظم داك الدفتر التحمل كيعطي واحد باش ما يكونش واحد يكون واحد التنظيم يعني داخل 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 الشواطئ. وكنعرفوا حنايا بوزنيقه يعني عندها كيجيو لها مصطافين بزاف من خارج مدينه بوزنيقه، سيرتو جات في واحد الموقع استراتيجي، وجا وسيرتو لبحر بوزنيقه، يعني في واحد عنده واحد الصبغه واحد الاشعاع يعني وطني، وهو زوين يعني هذا يعني خاصو شويه ديال كانت بزاف ديال ريكلاماسيون من طرف المواطنين يعني المصطافين، يعني هذاك الشيء ديال الفوضى ديال لي باراسول وديال بزاف د الحويجات. هذا جينا حنا صادقنا على الاتفاقيه مع وزاره الزيز باش نخرجوا من ديك الفوضى وباش يكون واحد التنظيم باش هذا، وداك الدفتر التحمل كينظم هذا الشيء كامل، وكي يعني حتى الشركه اللي ممكن تجد اللي غيترخص ليها مثلا باش دير ما هو تجاري وما هو ترفيهي وثقافي وداك الشيء، كيحدد هذا الدفتر التحمل كيحدد الاماكن، وهذا يعني داك الشيء غادي يكون زوين. وهذا كنا كنتمنوه وخدمنا عليه، يعني هذا المجلس الجديد برئيس جديد خدم على هذا الشيء باش نخرجوا هذه الاتفاقيه الى حيز الوجود، باش نخدموا بها ان شاء الله في هذا الصيف المقبل. ساكنه بوزنيقه الحويجات خاصهم يتفهموا شي حويجات، حيت دابا المواطن بوزنيقه او المواطن بصفه عامه كيشوف الدولة أو الجامعة كيشوف غير مثلا شي حوايج ما بغاش ديرهم أو ما بغاش هذا، لا غير حتى هي ما بغاش.
ما كيشوفوش يعني مثلا ما واش كاين الفلوس ديال داك الشيء واش هذا. حنا يعني كنشتغلوا بناء على ديك الميزانيه ديال 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 الجامعه، هي اللي كتخلي هي اللي كتخليك اشنو ممكن دير واش ممكن دير، وكتحاول كيف ما قلت سابقا يعني كتشتغل وكتنزل ما هو مطلوب يعني، وكترتب دوك الاولويات اللي ممكن خاص اللي خاصين هما الاول وكتتم غادي، وهذا هو اللي كاين.